بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد لربح من الإنترنت، صحفتكم متابعي قناة الأرباح، ومرحبا بالمتابعين الجدد. هذه القناة الخاصة بنا فيها كل طرق واستراتيجيات الربح من الإنترنت، وكما وعدتكم في فيديوهات سابقة أني سأقوم بإنشاء متجر لعرض تطبيقات إلكتروني والألعاب المدفوعة مجانا للأشخاص، وتربحون منها أموال طائلة تصل إلى آلاف الدولارات. حينما أقول إخواني آلاف الدولارات، أو أضع في عنوان مثلا 17 20 ألف دولار، يعني أخي ليس في أسبوع ستحصل على 10 دولار أو 20، عفوا 68 دولار أو 99 أو 150. ستبدأ مشروعك أخي من الآن، أن تضع وتنشر فيه إلى أن يصبح موقع كبير، وتأتي الزيارات من حيث لا تعلم، وتتحصل على أرباح كثيرة. طرق التحصل على أرباح، سأقدم لك موقع يدفع بالسي بي أم إعلانات، موقع جيد، سأريك إثباتات السي بي أم المتواجدة في الموقع، أيضا موقع اختصار روابط إن كنت تريد العمل به، وموقع رفع الملفات، كلها سأقدمها لكم. أيضا سأقدم لكم قالب احترافي إخواني، يعني احترافي لعرض تطبيقات الأندرويد، وإن شاء الله في حلقات سابقة عند تطوير الموقع الخاص بوضع كثير من التطبيقات سنقوم بتحويله الى تطبيق APK، وبالتالي نقوم بعرضه في جروبات ونحصل على تحميلات للتطبيق، وبالتالي ارباح متضاعفه وتستطيع الربح من ادسنس. هنا اخواني هذه كمقدمه، درس اليوم سيكون كالعاده يصل 30 دقيقه او اكثر، ساشرح بالتفصيل قالب وكل شيء. كملاحظه اخواني، اجد الكثير من المتابعين الخاص بالقناه لا يعرفون طريقة تحميل الروابط التي أضعها أنا. شاهد كيف سأقوم بالتحميل من الفيديوهات. مثلا هذا فيديو خاص بالقناة، هذا الفيديو قمت بوضع مثلا المواقع المستخدمة تجدها هنا، هنا الرابط أضغط عليه يوجهني إلى هذه الصفحة، تجد المقالة كما تشاهدون، تحميل ملف الأدوات والمواقع المستخدمة كلها. أضغط فقط هنا إخواني، تظهر لك هذه الصفحة، عند الضغط هنا تتحول مباشرة إلى هذه الصفحة. هنا أظن أن دقيقة فقط، أظن أن هنا الرابط معطل، وسأقوم بإصلاح كما تشاهدون الرابط. يعني إخواني مثلا سأضغط على تحميل، لمن لم يستطيع تحميل التواصل هنا، سأعود إلى الموضوع الثاني مثلا، أختار فيديو آخر في قناة. هنا أعتذر لأن الرابط تم لعلم ماذا حدث، ولكن سأعود تحميله. أيضا إخواني سأذهب إلى فيديو آخر مثلا، هذا الفيديو أذرير. هنا إخواني الرابط كما تشاهدون دائما أضع المواقع المستخدمة، أضغط هنا. فهذا الخلل إخواني من قناة، عفوا من الموقع الذي أحمل فيه الملفات، ليس من عندي. هنا شاهد الشركة التي سأشرحها كما تشاهدون الإعلانات الخاصة بها، أقوم بالعمل عليها، أضغط على هنا لتحميل الرابط ولأرى. شاهد إخواني ستجد الملف كما تشاهدون، تنزل إلى الأسفل فقط تجد بريميوم داون وفري داون، أضغط على فري داون بطريقة بسيطة. هنا ستنزل إلى الأسفل، تنتظر فقط إخواني 27 ثانية. تقوم أول شيء بالتعليم هنا، والضغط على كاباتشا كما يطلبه منا، مونتاني يعني الجبال، أضغط هنا على الجبال وأضغط على فاليدي، وأنتظر 16 ثانية أو 30. بعد ذلك إخواني سينتهي العرض، أضغط على كرييت داون لينك، تجد رابط إعلان كما تشاهدون. شاهد هنا، أعود هنا إلى هذه الصفحة، أضغط مرة أخرى، ستجد الملف مباشرة هنا، هذا إعلان أقوم بالخروج منه، وهنا شاهد ستجد التحميل. بعد ذلك أضغط أيضا هنا، سيتم تحميله هنا، دقيقة فقط. هنا كما تشاهدون Working by Capacha. بعد الضغط إخواني كما تشاهدون أنا أستخدم متصفح أوبرا، فهو فيه مانع الإعلانات هنا كما تشاهدون، قمت بتعديلها. بعد ذلك تضغط على كليك هير تو داون، تعطي لك هذه الصفحة، وشاهد مباشرة يتم التحميل هنا، ستجدها هنا إخواني كما تشاهدون. الربح مشاهدة
فيديوهات، تضغط هنا ستجد الروابط كلها كما تشاهدون. هنا الروابط قمت بتعديلها في ملف، فقط أنت استخدم كنصيحة متصفح كروم هو أحسن متصفح. هنا بالنسبة لطريقة التحميل أيضا سأصلح الرابط في الفيديو السابق. هنا إخواني انتهينا، أن توجه مباشرة إلى القالب، عفوا إلى الموقع الذي سنعمل عليه. هنا الموقع الذي سنعمل عليه مثل هذا الموقع الخاص بي كما تشاهدون، هنا ثلاث منشورات قمت بتجربة الموقع. وشاهد إخواني الزيارات ستأتيك، لماذا؟ لأني أستهدف كل التطبيقات المدفوعة والذي عملت ضجة كثيرة مثل ألعاب سيميلاسيون كما تشاهدون سيميلاسيون. هنا إعلانات الشركة التي سأعمل عليها هي شركة إعلانات جيدة تدفع بالـ CPM. أيضا سنعمل على مواقع اختصار الروابط ورفع الملفات، أنت لديك حرية الاختيار كيف ستعمل. أول شيء إخواني يجب عليك كنصيحة فتح مدونة أجنبية، إيميل جديد ومدونة أجنبية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. بعد ذلك ستظهر لك التمبلات كما تشاهدون هنا بلوجر، موقع بلوجر، أضغط على هنا وأقوم بالضغط على نوفو بلوج. هنا أقوم بإعطاء اسم قريب من ألعاب الأندرويد مثلا RPK، فقط للتجربة RP مود مثلا مود جيم RPK مثلا كعنوان. هنا أيضا أقوم بالضغط على مود جيم RPK كما تشاهدون، وأضغط هنا لأرى هذا الاسم غير متاح مثلا، سأقوم بحذف RPK وأضغط هنا وأختار رقم. كما تشاهدون متوفر هذا الرابط مود جيم، جيم مود او مود جيم، اضغط على كرييت بلوج، انتظر قليلا بعد ذلك سيتم فتح. شاهد الموقع كيف سيكون جيد، القالب مدفوع سأقدمه لكم مجانا. هنا هذه هي المدونة التي قمت بإنشائها كما تشاهدون، جيدة كل شيء جيد. ماذا سنعمل الآن إخواني؟ كما تشاهدون أول شيء سأقوم بالضغط على عرض المدونة لتشاهدوا المدونة كيف ستصبح، لا يوجد فيها أي شيء. هنا يبقى لدينا شيء وهو وضع القالب، كيف سنضع القالب؟ سأترك لكم إخواني ملف القالب هنا كما تشاهدون، هذا هو القالب بلو RPK كل شيء فيه، بعض النصائح واللوجو بريفيو كل شيء متوفر. نحن سنتوجه الى بلو RPK فري فيرسيون، اضغط عليها واضغط على موديفي واضغط على سيليكسيوني تو كوبي، اقوم بالخروج من هنا، ايضا توجه الى المدونه الخاصه به هنا. هنا بالنسبه للفرنسيه ميز اون باج او لاي اوت، بالنسبه للانجليزيه وبالعربيه المظهر، اضغط عليها عفوا التام، اضغط على التام واضغط على موديفي HTML، أقوم بالتعليم كل شيء سيليكسيونيتو وأضغط عليها لأحذفها، وأقوم بإلصاق كود القالب وأضغط على On Registry. بعد ذلك أتوجه هنا وأضغط على Actualize، أين هي أكثر هنا كما تشاهدون القالب أصبح كما تشاهدون. هنا بالنسبة لإخواننا الذين يعلمون تعديل القالب كيف سيكون وأي شيء، أترك لكم هذا الملف يشرح كل شيء عن القالب، ولكن أنا في هذا الدرس أقوم بشرح بعض الخطوات الرئيسية مثل التعديل ووضع الأزرار، التحكم للتحميل، كل شيء إخواني، وضع الأزرار الخاصة بالسوشيال ميديا، كل شيء. أول شيء إخواني هذا هو القالب الخاص بنا كما تشاهدون، لا يوجد فيه أي شيء. ماذا سأفعل؟ أول شيء سأضغط على السوشيال ميديا، سوشيال ميديا، لأقوم بإظهار الأيقونات. أتوجه هنا أبحث عن السوشيال ميديا، هنا هذا هو الكود، سأترك لكم أنا الأكواد مباشرة إخواني، لن تتعب في البحث، عفوا إخواني. هنا سيليكسيوني تو من هنا، عفوا من هنا، أضغط على كوبي وأتوجه إلى القالب الخاص بي، أضغط على ميزون باج وأتوجه، أضغط أول شيء على أكتياليزي إخواني لكي يظهر التام الخاص بك عفوا. هنا السوشيال ميديا أضغط على موديفي وأضغط هنا على كولينج
واضغط على انريجستري في الاسفل. بعد ذلك يا اخواني اتوجه، شاهدونا لا يوجد اي شيء في السوشيال ميديا. عند الضغط على اكتياليزي هنا متصفح اوبرا لا توجد اكتياليزي هنا، اضغط من في الاعلى على اكتياليزي، شاهد كيف اصدر السوشيال ميديا الخاص بك. هنا لي وضع رابط مثلا فيسبوك، تتوجه الى السوشيال ميديا تضغط على موديفي، وهنا شاهد يا اخواني السوشيال ميديا فيسبوك، ستجد هنا ستضع الرابط الخاص بالفيسبوك الخاص بك هنا للتواصل معك. هنا ستقوم بوضع الفيسبوك الخاص بك هنا كما تشاهدون. انا ساترك لك علامه الدياز لكي تضع في الكود الحساب الخاص بك بالفيسبوك، ايضا هنا حساب تويتر كما تشاهدون بين النقطتين في هارف نقطتين. هنا انتهينا من السوشيال ميديا، ماذا يتبقى؟ يتبقى مثلا ريسنت بوست، كل شيء جيد. هنا ساشرح لكم كيف سنعدل فيوتشرد اب وفيوتشرد جيم ولست جيم. اول شيء ساقوم بنزع هذه الكلمه، اقوم بنسخ هذه الكلمه اتونسيو، اتوجه الى البلوجر واضغط على التان موديفي اتش تي ام ان، اضغط على كنترول اف لكي تعلموا ان القالب مدفوع اخواني وهو مجاني لكم، كنترول في والضغط على انتري. ساقوم بحذف هذه الجمله خاصة بالموقع واضغط على انريجستري تام، شاهد هنا عند الضغط على اكتياليزي ذهبت الجملة، يعني القالب خاص بك وايضا خاص بي. شاهد 2020 مود جيم ابيكا وهو اسم القالب الخاص بي. بعد ذلك اخواني اتوجه الى ميزون باش، استطيع التعديل هنا موديفي، تستطيع وضع لوجو صورة شوازير تظهر لك هنا، انا ساتركها كما هي. أو استطيع مثلا تعديل أي شيء، مثلا أحذف أبليكي وأضغط على أونريجستري في أسفل هذه الصفحة، ثم أضغط على أكتياليزي ستظهر مود جيم. هنا يا إخواني ماذا يبقى؟ هنا ستضع إعلان، سأريك فيما بعد كيف ستضع إعلان، أيضا كل شيء سأتركه لك بالتفصيل. انتهينا الآن. هنا إخواني تبقى لنا كيفية وضع مقال احترافي مثل المقالات المتواجدة والخاصة بي. هنا إخواني تابع معي، أنني هذه التدوينة الخاصة بي، الموقع الخاص بي، شاهد عند الضغط على عرض المدونة، شاهد المقال عند الضغط مثلا على تحميل تطبيق هنا مثلا. كيفية كتاب المقال احترافية، كيف سأقوم بكتابة هذا المقال الاحترافي؟ وأيضا أضغط على التحميل هنا، زر التحميل وزر ايضا زر اخر للتحميل والديسكريبشن والاعلان هنا، كل شيء ساشرحه لك. تابع معي لكي تفهم طريقه كتاب مقال ووضع اعلانات وكل شيء، ويظهر لك بهذه الطريقه لانك لن تستطيع وضعه كما قمت الان. تابع وركز معي اخواني، هذه هي المدونه الخاصه بنا. اول شيء اخواني اتوجه الى ارتيكل او المنشورات، ثم اضغط على نيو ارتيكل. بعد ذلك إخواني هذه صفحة الارتيكل، أتوجه إلى هذا الموقع سأتركه لكم، فيه كل التطبيقات المدفوعة. التطبيقات المدفوعة إخواني مجانا هنا، كلها بصيغة المود، يعني إخواني مود يعني مهكرة. مثلا أنا اخترت هذا التطبيق فرامينج سيميلاسيون، أضغط على عرض في نافذة أخرى. أول شيء أنسخ الصورة، أونريجستري ليماج، افتح ملف خاص كما تشاهدون متجر تطبيقات اندرويد هنا، بالضغط على متجر تطبيقات واقوم بوضع الصوره هنا انريجستري، تم نسخ الصوره كما تشاهدون. ثاني شيء تابع معي، كما اقوم بالشرح قم بالعمل حرفيا اخواني، افتح نوت باد اقوم بالاشتغال عليها، قم بتسميتها مثلا واضغط على اوفري. اول شيء اخواني انسخ العنوان كما تشاهدون كوبي، اقوم بوضعه هنا. لماذا اقوم بوضعه هنا اخواني؟ لكي انزع التنسيق. التنسيق اخواني فهو الذي يظهر لك المقاله جيده او غير جيده. بعد ذلك اخواني شاهد الديسكريبشن، ساقوم بنسخ هذا الديسكريبشن، ايضا اقوم بوضعه هنا في الاسفل كولي. هنا انزل الى الاسفل، هنا الديسكريبشن اقوم بنسخ هذه الكلمه كوبي واتوجه الى النوت باد. انا اعطي لكم الطريقه التي اعمل بها شخصيا اخواني، لا تجد شخص يشرح لك بهذه السهوله. ثم انسخ هذه
الباراجراف ايضا اقوم بوضعها ايضا هنا كولي. هنا ايضا انزل الى الاسفل، توجد صورة هنا استطيع نسخها فيما بعد. هنا سانسخ كل شيء ايضا كوفي. وكملاحظة اخواني، ادسنس يتم قبولك عندما تقوم بنسخ حرفيا، ولكن شرط ان لا يتم الابلاغ عنك اخواني. يعني المفهوم الذي نعرفه على ادسنس ليس كأغلبية يقول لك انك عندما تنسخ نسخ لصق سيقوم ادسنس بمعرفة انك قمت بالاحتيال والحصول على المقالات. انت تستطيع في هذه الحالة ان تقوم باستعمال موقع إعادة الصياغة او تترك كل شيء على ما هو، ولكن شرط ان لا يكون صاحب هذا الموقع ابيكا مور بالتبليغ عن ان المقالة حصرية. بعد ذلك اخواني اقوم بنسخ كل شيء، ايضا هذه فيوتر، اضغط على كوبي، توجه الى هنا، اقوم بوضعها ايضا هنا فيوتر جيم، هنا ايضا مور ان فورماسيون اقوم بنسخها، اقوم بوضعها هنا كنترول في، ايضا هنا ساقوم بالضغط على هذه الكلمة انسخها. لماذا اخواني اقوم بالنسخ حرفيا؟ لاتصدر نتائج البحث وتاتيني التحميلات من متصفح جوجل، وبالتالي اربح من رفع الملفات والاعلانات واي شيء. اخواني هنا ايضا كولي، ايضا ساقوم بنسخ كل شيء اخواني. استطيع ايضا وضع الفيديو المتواجد، ساريكم كيف سانسخ الفيديو كولي. هنا كل شيء جيد، ايضا هنا يوجد فيديو استطيع نسخه، وهنا الصور سانسخها فيما بعد. الان كل شيء جيد، ماذا افعل اخواني؟ اتوجه الى النوت باد التي قمت بتحميلها واضغط على سيليكسيونيتو ثم كوبي. هنا المقاله، هنا ساقوم بكتابتها. اول شيء اضغط على اونتري 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 الى الاسفل لكي يكون التنسيق جيد، ثم اضغط على كولي هنا نسخ كل المقاله كما تشاهدون. بعد ذلك اخواني عفوا، هنا انا نسخت في ال HTML، انت يجب ان تنسخ، عفوا اخواني، تضغط على ريديجي كما تشاهدون، ريديجي هنا وليس HTML، ريديجي، ثم اقوم بالضغط على اونتري عفوا. بعد ذلك اقوم بنسخ كل شيء هنا كولي، تم نسخ كل شيء. هنا اول شيء اخواني اقوم بالضغط على اسباس لاضع الصوره، الصوره التي قمت بتحميلها، اضغط على هذه العلامه ثم شوازير الفيشي، ثم اختار صوره اللعبه، بعد تحميلها اعلم عليها واضغط على اجوتي. هنا اللغز، هنا اول شيء اخواني اضغط على الصوره واضغط على جوش يعني اليسار، ثم اتي الى هذه العلامه اول كلمه اضغط هنا، اقوم بالضغط على اونتري اونتري اونتري، ثم بعد ذلك اقوم بوضع، تابع معي جيدا اخواني لكي لا تخطئ، اضغط واحد 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 واحد. لماذا؟ ساشرح لك لماذا وضعت واحد واحد واحد. هنا ايضا ساضغط على مثلا واحد 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 واحد، ايضا هنا مثلا واحد 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 واحد، وسأخبرك لماذا ضغطت على واحد 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 فيما بعد. أول شيء هنا العنوان، أضغط هنا، أستطيع تغيير العنوان مثلا داونلود، قمت بكتاب داونلود فرامينج سيميليشن كما تشاهدون أبيكا مود. هنا أول شيء أعلم عليها وأضغط على تيتل يعني عنوان، أقوم بتبديل لون مثلا إلى اللون الأحمر. هنا أقوم بنزع المسافة، أيضا هنا أقوم بنزع المسافة المتواجدة. يبقى لي وضع رابط التحميل، كيف سأضغط على رابط التحميل ويظهر كما تشاهدون هنا مثل هاته، مثل هذا التطبيق أو هذا التطبيق، شاهد مثلا هذا التطبيق جوجل بلاي أوف داونلود دايركت داونلود كما تشاهدون، هذا الزر الأخضر والأزرق كيف سأضعهما. أول شيء إخواني سأترك لكم أيضا رابط التحميل التطبيق هنا، هذه هي رابط تحميل أزرار كما تشاهدون كوبي، أقوم بنسخها كما تشاهدون، سأترك لكم رابط تحميلها، وأتوجه إلى المقالة التي أقوم بالكتابة فيها وأضغط على HTML.